فلذلك حين تجد رجلا يستمع للنصيحة وينصت لها تعلم أن هذا الرجل عنده من السلامة ومن الفقه الشيء الكثير. وحين تجد وحين تنصح رجلا فيبادر عليك برد النصيحة فتعلم أن أنه عنده من ضيق الأفق ومن ضيق العطن ما الله به عليه. وتذكروا دائما ونصحت لكم ولكن لا تحبون النصيحة. وتذكروا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامته. فلذلك درب نفسك دائما على قبول النصح. درب هذا ثم ارجع بينك وبين الله بينك وبين نفسك والله شاهد عليك. فإن وجدت هذا الأمر في نفسك فاستعن بالله عليه وجاهد نفسك عليه. إن لم يكن عندك فاحمد الله على السلام. لكن لا تبادر على الناصح، لا تأبى على الناصح. وإلا إيه؟ لما تأبى على الناصح مرة واثنين وثلاثة ماذا يفعل؟ هتركك. ولما يتركك وحين يتركك وبك من الأخلاق الرديئة ستستمر عليها ومع الوقت القذة تكون إيه؟ جذعا. مش كده؟ في بعض الناس هكذا يترك نفسه الأمر كان أمرا صغيرا جدا كان ممكن يعالجه، لكن تأبى على الناصح ما الذي يحدث؟ تركه فإيه؟ صار إيه؟ صار جزعا في قلبه يعمل فيه ده. اللهم المستعان. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله.